هذه الفيضانات المخيفة التي أمامكم الآن ليست مشاهد حدثت في ليبيا وقت أن ضربها إعصار دانيال المدمر، وإنما مشاهد وثقت بالقرب من السواحل السياحية المتاخمة لمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، إذ عصفت بها رياح عاتية سرعان ما تسببت في أمواج عاتية وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط. الأمر لم يقف هنا، فسريعاً تجاوزت الأمواج بعض السدود البحرية لتبحر صوب شوارع وقرى عدة بكيب تاون نفسها. مشاهد انتشرت سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسببة في حالة من الفزع خشية تكرار سيناريوهات مميتة وقعت في ليبيا ومن قبلها في اليونان، وهو ما دفع المسؤولين في جنوب أفريقيا إلى إطلاق تحذيرات إلى المواطنين وإغلاق بعض الشواطئ في المنطقة.